ما حدش له دعوه، ما حدش له دعوه، بقول لك ما حدش له دعوه. ايه ده ايه ده، ايه الخناقه دي؟ مالناش دعوه بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. ما تسالي كده لو سمحت. هاي هاي، لا سمحت، هو فين سيف جاي الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقه؟ بعد الشر حضرتك سجقه، اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو، يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، والبني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا، بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي، حكايه كفته دي. اه حلوه الكفته، اعمله كفته، هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني، حرام عليك. وانا مال، انا ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا، بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو، ايوه امي، ازي حضرتك، عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. اه لا، بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني، لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. اه انا كويس. طب الحمد لله. طمني، امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ اه